طيب في عندنا ايمي عزبالة، اعمل رايت اني في سور ماركت في سوبر ماركت وامامي حلويات، اكلت 3 قطع من الدونات طعمها لذيذ، سالت عن سعر فقالت 70 جنيها فدفعت 200 جنيه واخذت الباقي. طيب حاولي اصلحي علاقتك مع اخوك ووالدك، فهناك اخبار سعيده سوف تحتاج منكم ترابط الاسره ودعائهم لك. الاخبار اللي هي اصلحيها مع الاخ والاب، اذا عندك مشاكل مع اخوك وابوك حاولي صلحيها في فتور او في تباعد، حاولي تقاربي معهم. هذه الارقام في الحلم، اما الحاويات فهي اخبار صارت باذن الله سبحانه.